وفي تعز رحبت عدد من القيادات السياسيه والثقافيه باعلان تحالف دعم الشرعيه اطلاق عمليات عمليه حريه اليمن السعيد مؤكدين مباركته لهذه العمليه التي تستهدف استكمال تحرير اليمن من ميليشيا ايران الحوثيه وتاييدهم للعمليه. هذه المرحله هي المرحله الصحيحه التي تاخرت كثيرا. وانا اعتبر ان مرحله شبوه التي اطلقت وسميت اطلق عليها رحلة اليمن السعيد هي مرحلة جديدة أجدى وأنفع والمراقب يرى أنها مرحلة جديدة ليس عسكرية فقط وإنما عسكرية وسياسية وإعلامية ومجتمعية هذا التحديد الهدف وتوحيد الصف وإنهاء الخلافات الصغيرة هي الخطوة الأولى لتحرير اليمن وأنا أرى أن هذه العملية لو استمرت بهذا الزخم والدعم من التحالف بهذه العنوان الواضح حول الوحده والجمهوريه سنكون في فتره وجيزه في صنعاء. هذا القرار الذي اتخذه التحالف والذي جاء على الاسم التركي يعني نشعر انه في المكان الصحيح وكنا منتظرين هذا القرار ايضا من قبل ولكنه ايضا قد جاء ونحن ايضا نطمح الى انه فعلا اليوم الذي آه البلاد تتحرر وتعود إلى دولتها آه المدنية الموحدة شمالا وجنوبا شرقا وغربا نحن اليمنيين جميعنا استبشر بإعلان آه الناطق الرسمي باسم التحالف على أنه ستنطلق عملية اليمن السعيد هدفها التحرير طبعا هذا سيستبشر به اليمنيون جميعا بمختلف أطيافهم أحزابا ومكونات ومكونات منظمة المجتمع المدني ونحن جميعنا جيشا ومدنيين عدونا واحد عدو لليمن وعدو للجزيرة الجزيرة والخليج المتمثل بالحوثيين الذي يستهدف عقيدتنا هذه خطوة تعزيزا أولا لعمل منذ سنوات سبع وهو أيضا تعزيز لدور التحالف العربي الذي وقف مع الشرعية منذ البداية وهذه العملية المعلن عنها هي محل أمل وتفاؤل كل اليمنيين تقريبا ونتائجها الإيجابية لن تقف عند اليمن ولا عند الجزيرة العربية وإنما هي تخدم المشروع العربي بشكل عام كون الوطن العربي مستهدف من المشروع الفارسي نحن نبارك هذه العملية عملية حرية اليمن السعيد التي اطلقها الناطق الرسمي باسم التحالف العربي ونحن نشد على التحالف العربي والشرعيه الى تحرير البلد وتحرير اليمن ونتمنى التحرك العاجل من اجل تعز ومن اجل الضالع ومن اجل الحديده تحريك كل الجبهات من اجل التحرير ودحر هذه الميليشيات الحوثيه حريه اليمن السعيد والتي اطلقت من شبوه واطلقها التحالف ومحافظ شبوه هذه خطوه جيده وخطوه ينتظرها اليمنيون منذ فتره هذه الخطوه هي التي ستحقق باذن الله عز وجل تحرير اليمن كل اليمن من اصابه ومليشيات الحوثي الانقلابيه السلاليه العنصريه الايرانيه هذه السلاله التي ارادت ان التي انقلبت على ثوره اليمنيين وعلى الشعب اليمني وحطمت الدوله والانسان فاليوم تحرير اليمن السعيد هذه يرحب بها اليمنيون في كل مكان وان شاء الله عز وجل تعم اليمن كله ويتحرر وان شاء الله عز وجل تعم اليمن كله ويتحرر اليمن من هذه السلاله العنصريه. كونه يطرح هذا الكلام ونحن معه تماما ونبصم عليه ونمشي بجديه وبحق وحقيقه على اساس انه نكون ايضا حاجه من الجزيره العربيه. هذا الجزيره العربيه بتكون مرتاحه، اليمن بتكون مرتاحه، واليمن جزء من شبه الجزيره العربيه ويبقى آه معنا ايضا آه العدو حق عدونا واحد اسمه الحوثي. اسمه الايران اسمه الفارس هؤلاء العدو الوحيد الذي على الشعب اليمني والجزيره العربيه ان نكون كلمه واحده ولهذا على هذا الضوء فعلينا ان نعتبرها لا اقول بانها بدايه البدايه موجوده ولكن استئناف لهذا العمل